زعما الامن التفت لهذه الحمله والناس مسؤولين حتى هما، بما ان الناس اللي خدامين زعما الناس اللي كيستعملوا فيسبوك عندهم الكلمه ديالهم حتى هما مزيانه، قد يكون عندها نتائج ايجابيه بالنسبه للفئات. مثلا كتلقى شي مثلا شي واحدين ما عندوش القدره انه يتحمل هذاك كيف في الزنقه كيدور ما عندوش حاجه في جيبه مثلا ما غاديش يكفيه اصلا في حياته. واش فهمتيني بغيت نقول لك شي حاجه؟ مثلا شي واحد عنده شي حاجه محتاجه ديال مثلا عنده شي فلوس في جيبه شي حاجه، كيجي واحد كيكريسالي هو محتاج هذيك الفلوس مثلا، ما غادي غتكون الحمل مفيد لان انا حيدنا الكريساج في المجتمع، كل هذا المجتمع راقي تبارك الله. هو البروبليم ديال الكريساج منتشر بكثره في المجتمع ديالنا، و ماشي مشكل اللي نقدروا نعالجوه بوسيله وحده بحال اللي اقترحتو ديال السوشيال ميديا ديال لي ريزو سوسيو، ولكن اي حاجه تقدر كي بو كونتريبيو لحد من هاد الفليو اللي عندنا في البلاد فهي مرحب بها. زعما اون بو كو كاديري ا سو جون دينيسياتيف، ونتمنوا انه سي سا بو سونسيبيليزي لي جون، نتمنوا انها تكون ناجحه الى جانب بزاف ديال الخدمه اللي خصها دار على جميع المستويات والمجالات، كسوا من طرف المجتمع المدني ولا اوسي من الحكومه. بون ا باغ سا ما عندي ما نقول في هذا لو سوجي، باسكو بيرسونيلمون جي ديجا ايتي اغريسي، جو كوني دي جون دو مون انتوراج كي اون ايتي اغريسي جوست ريسامون، دونك راه بصراحه منتشره وخصنا نلقاو جميع نلقاو شي حل لهذ المشكله هذه. وا الحمله ما غاديش تنتج حتى شي حاجه، المساعده من طرف الدوله هي اللي خصها اللي غتعطي نتيجه، مساعده الناس للفقراء فهمتي؟ اول حاجه عن قطاع العمل فهمتي؟ تقدر تبدل في واحد الناحية تقدر ما تبدلش، لأن زيرو كريساج خصهم يستهدفوا يمشيو للأحياء فهمتي الأحياء الشعبية فين كاين الفقر، فين كاين فهمتي شنو هما اللي كيخلي الناس تكريسي؟ الفقر هو اللي كيخلي الناس تكريسي، بنادم ما قاريش ما واعيش. وهاد زيرو كريساج هادي راه ما خصهاش نقولوها للشعب، لا خصها تقال للأمن، الأمن هو اللي خصو يقول زيرو كريساج. دايرة يرتالي أخي وحق الله، مواطن مغربي يخرج يتعرض ليه برهوش هز زنوي ولا هادي راه لا يعقل صاحبي. حشومه بغينا نحدو من الظاهره باش المجتمع يبقى يخرج امين. حمله تطهيريه اللي كانت حنا معاها ونساعدوا الامن ونساعدوا الشرطه ونساعدوا كل شيء. الحمد لله طبيعة الحال، يعني ان العمل الميداني هو اللي عنده دائما النتائج ديالو، يعني الا نزلنا حنا دابا باش نخدموا ونوعيوا الشباب ياك ونطرح لهم الاسئله ونقول لهم يعني خصكم تحترموا الناس، السلم الاجتماعي، الناس السلم الاجتماعي مهم فهمتي. الانسان الا خصو المطالب ديالو خصو يطلب بها الدوله باش توفر ليه الشغل توفر ليه العمل، ماشي انه يمشي هذاك الشيء العجز ديالو ما قدرش مثلا يطالب المطالب ديالو يمشي للامور ديال الناس ما تخصش يكون.